رجعنا لحضراتكم مشاهدينا، وبنبدأ حالا فقرتنا التانية وموضوع مهم جدا. بنتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي اللي مش حقيقية، لأن التواصل الاجتماعي لازم يبقى بجد. فخلينا نتكلم عن التكنولوجيا وتأثيرها الإيجابي والسلبي على أولادنا من الشباب والأطفال. ضيفتنا اللي منورانا في الفقرة الدكتورة أسماء الفقي، الخبيرة التربوية والمستشارة السلوكية. مرحبا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بيكم. يعني بداية، الإنترنت ووسائل التواصل اللي بنسميها اجتماعي والألعاب الإلكترونية، كل ده تأثيره إيه على أولادنا وشبابنا لو تم استخدامه بطريقة عشوائية غير مقننة؟ تأثيره مدمر على الصحة النفسية والصحة العقلية، سواء للكبار أو للصغار. يعني إحنا الاثنين الفئتين، الأطفال والكبار والمراهقين طبعا أو الشباب، بيكون تأثير السوشيال ميديا والإنترنت والألعاب الإلكترونية مدمر حقيقي على الصحة النفسية وعلى الصحة العقلية. ويعني خلينا هنقول النهاردة حاجات كتير جدا هتفاجئ المشاهدين من خلال احصائيات وارقام حقيقيه بتوصف ده، مش مجرد كلام عشوائي. هو في فعلا احصائيات تم عملها بترصد بارقام تاثير هذه الاشياء الكتير اللي حوالينا على صحتنا النفسيه وعلى اولادنا؟ حقيقي ده اتعمل، بس للاسف احنا كمجتمع عربي او يعني في مصر وفي الدول العربيه الدراسات دي يعني تعتبر منعدمه او مش موجوده، او هي في اجتهادات لكن مش قادرين لحد اللحظه دي يوصلوا لنمبرز ارقام فعلا حقيقيه. لكن في الدول الاوروبيه وفي امريكا عاملين احصائيات على مستوى العالم، هي بتوصف الظاهره على مستوى العالم. مثلا سي ان 66% من سكان العالم عندهم ما يسمى بنوموفوبيا. نوموفوبيا هنا مش معناها الخوف من استخدام الموبايل، لا، الخوف من عدم استخدام الموبايل، ان الموبايل يجرى له حاجه او تحصل له حاجه. يعني تخيلي، يعني 66% من سكان العالم عندهم قلق وفوبيا من انهم يفقدوا الموبايل، تمام. بالاضافه كمان ان 71% ما بيقدروش يناموا من غير ما يكون موبايلهم معاهم. 75% بيستخدموا الموبايل حتى في التويلت. الشخص العادي بيمسك الجوال 2417 مرة. الشخص اللي بيستخدم الموبايل بكثافة بيمسكه تقريبا 5627 مرة في اليوم. فأرقام خرافية. يعني 68% من اللي أعمارهم 18 ل 38 ما بيقدروش يبعدوا عن الموبايل لمدة ساعة. يعني لو أخدتي منهم موبايل مدة ساعة بيجي لهم توتر وقلق فظيع جدا ان في كارثة هتحصل في خلال الساعة دي اللي هم بعدوا فيها عن الموبايل، وان لازم الموبايل يكون معاهم. هو فعلا يعني احنا بنصور التليفون الموبايل على اساس ان هو وسيلة التواصل السريعة، لان مش كل الناس بتبقى متاح ليها لابتوب او كمبيوتر، لكن الموبايل هو عليه كل حاجة. فالوقت اللي المفروض ان الاولاد يقعدوا فيه مستخدمين الالعاب الالكترونيه او هذه الصفحات، ازاي اصلا اقدر اتحكم فيه؟ هو في مؤخرا في بعض البرامج تقدري انت تدخليها ما بين موبايلك وبين موبايلهم على اساس تعرفي هم ايه اللي بيتصفحوه، بيجي عندك الاشعار وبيجي عندهم هم كمان، تمام. بس ده في السن الصغير اللي تقدري تعملي عليه كنترول. لكن مثلا التين ايجرز بقى او الشباب، انت مش هتقدري تعملي ده، لان هو هيعتبر ده انتهاك لخصوصيته، وهي فعلا دي حقيقه. لكن اللي انا اقدر اتحكم فيه هو ازاي انا افهمهم ايه المحتوى اللي يقدروا يستخدموه او يشوفوه، ايه المحتوى اللي ما يشوفوهوش. هو للاسف احنا بما اننا بنتكلم في الصحه النفسيه والصحه العقليه للاطفال والشباب، فعايزه اقول لك ان احنا للاسف اطفالنا بيشوفوا حاجات هم مش المفروض يشوفوها في السن ده. أكيد. بيسمعوا حاجات هم مش المفروض يسمعوها في السن ده، بيتعرضوا لحاجات هم المفروض يفهموها في سن اكبر، فالمحتوى اللي بيشوفوه هو اصلا مش مناسب لاعمارهم. فبالتالي انا عندي مشكله كبيره جدا بتسبب لي مشاكل سلوكية ومشاكل أخلاقية. فيعني إن أنا أعمل كنترول بشكل في الانفتاح اللي احنا فيه ده صعب، لكن أقدر ده من خلال التربية لي والرولز اللي أنا حطها كأسرة، إيه اللي نشوفه إيه اللي ما نشوفوش.
طيب هل فعلا وصلنا لمرحلة من الإدمان بيتعرض ليها الأطفال أو الشباب للألعاب الإلكترونية على سبيل المثال؟ الدراسات والأبحاث أثبتت أن تأثير السوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية يعادل مخدر الكوكايين، وده مش مجرد كلام، دي إحصائيات ودي دراسات اتعملت على بعض الشباب المدمنين للإلكترونيات. ليه؟ لأن الإلكترونيات والألعاب الإلكترونية بتأثر على منطقتين في المخ. أول حاجة الفص الجبهي، وهي المنطقة دي خلف الجبهة على طول، هنا المنطقة اللي بتتحكم في الإدراك والقدرة على اتخاذ القرار. تمام؟ المنطقة دي من تأثير السوشيال ميديا وإدمان الأطفال عليها والشباب بيحصل تآكل في المنطقة دي، فبتبدأ تسبب لي أعراض من عدم التركيز وعدم القدرة على اتخاذ القرارات، أو إن هو يقدر يعمل كذا تاسك في نفس الوقت. التأثير التاني على الفص الصدغي، على منطقة اسمها الميجدالة. الميجدالة دي مسؤولة عن الحواس وعن الذكريات وعن المشاعر. تمام؟ ازاي هما قالوا ان ده بيعادل مخدر الكوكايين؟ الشخص لما بيدمن على شيء بيتم افراز ماده الدوبامين في الجسم، فده بيحسسه بمتعه مؤقته. هو نفس تاثير الالعاب الالكترونيه اللي الاطفال بيتعرضوا لها او الشباب، وكمان تاثير المواقع السوشيال ميديا والمتعه اللي تيجي مؤقتا من اللايك والشير والكومنتس والحاجات اللي زي كده. فيعني علميا اثبت انه فعلا تاثير السوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية يعادل مخدر الكوكايين. طيب التأثير السلبي اجتماعيا، هي الصفحات دي الناس بتقول انها صفحات تواصل اجتماعي، وبنقول ان احنا بنعرف اخبار بعض من خلال متابعتنا لصفحات بعض، بنقول اننا بنواسي بعض في الاحزان او بنفرح مع بعض من خلال الاخبار اللي بننشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، بس هل ده كفاية؟ هل ده تواصل اجتماعي فعلا؟ هو الحقيقي ان ده مش بيحصل اصلا. احنا بالعكس احنا بنتباعد اجتماعيا. يعني بقى الحاجة اللي مفروض عليكي ان انت تروحي تواسي الشخص ده مثلا في حادث او في فقدان عزيز عليه، انت بقيتي بتكتفي برساله او بكومنت على بوست هو حاطه بينعي فيه. تمام؟ فبالعكس ده حصل تباعد، بقينا بنستعيد بالالكترونيات او الرسائل او اللايك او الكومنتس عن ان احنا نزور بعض ونتواصل مع بعض بشكل حقيقي ونكون سبورت لبعض بشكل حقيقي. فبالعكس الموضوع عمل تباعد اجتماعي وليس تواصل اجتماعي، بإضافة ان احنا بدأنا كمان خلاص احنا معتمدين على ده، فبدأ يبقى فيه عتاب وفيه ثورة. انت ازاي ما علقتش؟ انت ازاي ما كومنت؟ انت ازاي ما اخدتش بالك؟ ما هو المفروض ان البوست دي بتروح وبتيجي مش طول الوقت متواجدة بشكل ثابت. فلا الموضوع عمل تباعد اجتماعي تماما، يعني عكس المرجو منه. طيب يعني احنا مفروض ان احنا نتواصل مع بعض اجتماعيا بشكل حقيقي، مش ان احنا نكتفي بالكومنتات واللايكات والتفاعل الالكتروني. هو ده الطبيعه، يعني طبيعه البشر بتحتاج الدعم، ده دعم ان احنا نبقى في كوميونتي، في مجتمع، في محيط، في افراد، بنتناقش مع بعض، بنتحاور شايفه مشاعرك، شايفه تعبيرات وشك، شايفه حركات جسمك. هو ده التفاعل الاجتماعي الحقيقي، مش اللي من ورا الشاشات. ده عالم افتراضي، زائد ان ده كمان اتاح الناس كتير تعمل اكونتس فيك، ويبقى فيه كمان صراع انت مش عارفه اصلا الاشخاص دي حقيقيه ولا لا. والاطفال والشباب اللي بيتعاملوا مع الاكونتس دي، انت يعني مفيش بقى كمان ثقه تراستد في الاكونتس دي، فبقى في كمان دروب كبير جدا في النقطه دي. احنا مش عارفين نثق فيهم، نتواصل معاهم ولا لا. حضرتك مستشاره سلوكيه، هل واجهتي اسره او ام او اب جايين بيشتكوا لك من سلوكيات الاطفال نتيجه لعادتهم الكتيره على الكمبيوتر او الموبايل؟ كتير جدا، وكتير كمان مش بيبقوا عارفين ان ده السبب. يعني هو البيرنتس بيبقوا جايبين اطفالهم ان هو عنده فرط حركه، مش مشتت، ما بيقعدش خالص، مش بيعرف يذاكر، مش بيعرف يركز، مش بينفذ الاوامر. تمام؟ احيانا بيبقى ولي الامر جاي وعارف ان ده بسبب الكمبيوتر او بسبب الموبايل او كده، واحيانا بيبقى جاي هو مش عارف، مش مدرك ان الموبايل اللي في ايد ابنه ده هو سبب في كل الاعراض اللي موجوده عنده. لا بيحصل كتير طبعا.
حضرتك بتبقى نصيحتك الاولى ايه؟ ابعدوه عن الموبايل خالص، ما يمسكش التليفون في ايده ولا يقننه الوقت، ولا التعامل ازاي، وخصوصا اننا بدانا نلاقي ان في مشاكل، يعني مش لسه هتبقى في مشكله، لا في مشكله. اول سؤال بساله للام والاب، انتوا كمان تقعدوا قد ايه على الموبايل؟ لان الطبيعي ان الطفل بيبقى بيقلد الام والاب، تمام؟ فلما انا همنعه هو من على الموبايل وهديله رولز، طب الاب والام لما يشوفوا، لو هو بيشوفهم طول الوقت هما كمان قاعدين ماسكين الموبايل، فبتبقى رولز للعيله كلها. خلاص احنا بنحط رولز للعيله كلها. اول حاجه ان لازم الواي فاي اللي عامل كونكت على كل الموبايلات يتقفل قبل النوم بساعتين. وقت الاكل، ساعه ما سفره الاكل تتحط، ممنوع اصلا استخدام الموبايل. بوكس بقول لهم يعني يعملوا بوكس كده جميل لطيف، يعني جنب السفره بنحط فيه الموبايل واحنا بناكل، وبنخلص اكل وبنتكلم مع بعض وقعده لطيفه، وبعدين يبقى ناخد الموبايلات. الباقات اللي بتتحط على الموبايل للاطفال، الباقه الانترنت بتبقى تبقى ليميتد، تبقى محدوده، يبقى في تايم تيبل، جدول لليوم. انت مسموح لك انك تاخد الموبايل في اليوم ساعه، نص ساعه الصبح، نص ساعه بالليل، لو حد كبير شويه فيبقى ساعتين، يعني هي على حسب المرحله العمريه احنا بنبدا نحط الرولز. بس اهم حاجه ان لازم الموبايل قبل النوم بساعتين يكون مطفي، ما ينامش والموبايل قريب منه، عشان ده بيبقى عامله توتر وقلق، وكل شويه يصحى من النوم يمسك الموبايل. طيب الكلام ده على انه يتفرج على الحاجات اللي موجوده على الانترنت كلها والالعاب بشكل خاص، ولا دي حاجه ودي حاجه؟ يعني لا كله على كله، ان هو يتفرج وان هو يلعب. طبعا الالعاب اسوأ، لان الالعاب التوتر والضغط النفسي اللي بيتعرض له الطفل وهو في جيم هو اللي بيدي العقل احساس بالخطر، فده بيفرز هرمونات معينه في المخ مع لما بتحسي بالخطر. فاحساس الخطر بيبقى في موقف، بيبقى لتايم معين، لوقت معين، لكن لما بيبقى الطفل قدام اللعبه لمده ساعتين ثلاثه، المخ بيعيش الحاله كانها حقيقيه، فبيبدا يفرز هرمونات هي زياده عن الحد المسموح، فده اللي بيعمل حالات الغضب وفرط الحركه والعصبيه الشديده والتوتر عند الاطفال. فبالتالي سواء كان العاب الكترونيه او السوشيال ميديا، الاثنين تاثيرهم سيء، بس الالعاب كمان اكثر سوءا. الالعاب الالكترونيه اكثر سوءا. والله نتمنى اننا نوصل لاننا نقنن وقت اولادنا بطريقه تشغلهم ايجابيا علشان يبعدوا عن كل السلبيات. احنا بنشكر ضيفتنا اللي كانت منورانا، الدكتوره اسماء الفي، الخبيره التربويه والمستشاره السلوكيه. نورتينا. خلصت مع حضراتكم فقرتنا الثانيه اللطيفه في طعم البيوت. خلينا نخرج لفاصل ونرجع نستقبل هدى مره ثانيه. وصلنا مع حضراتكم مشاهدينا لنهاية حلقتنا النهاردة، بنتمنى تكونوا استمتعتم واستفدتم بفقراتنا النهاردة. قدمنا فقرات خاصة لكل الأسرة، تكلمنا النهاردة عن التدخين، وكل المدخنين ياريت فعلا تسمعوا الكلام اللي قالته، أو تكونوا سمعتوا الكلام اللي قالته الدكتور اللي كانت معنا النهاردة، وقد إيه فعلا هو ضار جدا بالصحة، وحتى كمان بيأثر على المدخن السلبي. لو مش بتهمك صحتك، اهتم بصحة ولادك، صحة الناس اللي حواليك، وتقدر من خلال شهر رمضان تقلع فعلا عن التدخين. احنا كمان اتكلمنا عن في فقرتنا التانية والأخيرة، كنا بنتكلم عن إدمان من نوع آخر، وهو إدمان التكنولوجيا. التكنولوجيا مهمة في حياتنا، مهم إن احنا نكون مواكبين التطور وعارفين الدنيا حوالينا بيحصل فيها إيه، وبنلعب ألعاب إلكترونية، بس المهم إن كل ده يكون محدد، يكون مقنن، ما نسيبش نفسنا ونسيب أولادنا للغزو الإلكتروني اللي بيأثر عليهم سلبيا وبيوصلوا لمرحلة الإدمان. كمان انت كان عندك فقرة تانية عن العطاء. بس عايزة اقول اكد بس على كلامك يا مرة فيما يتعلق بادمان التكنولوجيا. فعلا الولاد عندهم هوس مش طبيعي بالموبايلات وبالتابات وبالحاجات دي كلها، يعني بجد لازم، يعني مش عارفة احنا ننتبه ازاي احنا كأهالي، ودورنا ايه اللي نعمله، لان مهما بتقولي مش بيسمعوا الكلام. يعني فعلا يعني التكنولوجيا دي اثرت للأسف تأثير سلبي عليهم، وما استغلوهاش استغلال صح. من الفقرات اللي قدمناها النهارده هي قيمة إنسانية مهمة قوي، نتمنى انها تكون موجودة في حياتنا، قيمة العطاء. والعطاء يعني زي ما قالت الدكتور برضو ان هي مش هو التضحية. التضحية انت ممكن تضحي، او انت ممكن تضحي، لكن برضو التضحية ليها حدود، لكن العطاء بلا حدود. يعني نحاول ان احنا فعلا يبقى عندنا عطاء لكل الناس.
احنا كمان في فقرتنا الاولى كنا بنتكلم عن الام المثاليه، وكانت منورانا ام من الامهات المثاليه. حلقتنا النهارده كانت متنوعه، بكره احنا قاعدين مش كده؟ ان شاء الله احنا مستنيين احنا برضو بكره ان شاء الله احنا مستنيين حضراتكم بكره هنا، استنونا وزينه وطعم البيوت.